السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة كوزين أمجاد. اليوم إن شاء الله بنقدم لكم واحد الحرشة كنستعملها بزاف صراحة، كنستعملها بواحد السرعة يعني، وكتوجد في ساعة ما كتاخدش ليا الوقت، ووقت ما كان شي عزيز كتوجديها في ساعة. مكونات بسيطة، مكونات بسيطة، ما تحتاجي لا حليب لا زبدة. مقادير عندي هنا بسيطة، كتكون من 250 غرام من السميدة الرقيقة، ما يعادل زلافة. عندي واحد شويه ديال السميده رقيقه كذلك هنايا فاش غنفندها. معلقه حتى المعلقه ونصف من السنيده او السكر الخشن. عندي ماء دافي باش غادي نخلط او باش نعجن الخليط ديالي. شويه ديال الملحه. عندي ربع كاس عنبه من الزيت النباتيه. عندي واحد خماره. عندي واحد فانيا. عندي شويه من الخميره المعجونه. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاج. اول حاجه غناخد السميده ديالي، غندير السنيده، غندير الملحه، وغندير فاني. هادو هما المكونات. غنضيف لهم الزيت، غنبدا نبسس الخليط ديالي. ملي كيتبسس لنا الخليط مزيان، كنضيفوا ليه واحد خماره ديال الحلوه وخميره المعجونه، تقريبا ملعقه ما عمرش، ملعقه صغيره يعني غازي ما عمرش من الخميره المعجونه او الخميره الفوريه. وكنضيف لهم تقريبا كاس وربع من الماء دافي، هنا العبار بكاس العنبه، وتنخلط هذه المكونات مع بعض. تنحس بالعجينه رطبه بين يديا، تنخليها ترتاح تقريبا لو طون اللي انا الوقت اللي انا غنوجد فيه اتاي، ولا غنعمر اتاي، او نرد فيه الماء، او كنكون كنحضر السينيه ديالي. هذاك الوقت اللي كنحضر فيه السينيه ديال اتاي نتاعي، هاد الوقيته راه كيكون كافي ان تخمر لينا شويه، يخمر لنا الخليط او يرتاح. هنايا كيف ما كتشوفوا، هنا كتبان لكم بانها تضاعف الحجم ديالها. تقريبا خليتها واحد 10 دقائق بين ما ارتاح الخليط وكيتضاعف الحجم ديالو. كنبدا ناخد يعني كويرات عشوائيا. انا كنا العبار كندير العبار عيني ميزاني، يعني نشوف عيني ميزاني. اللي ما كيعرفش يدير الكره نفس الحجم يقدر ياخذ الميزان ويدير ياخذ العبار، يكونوا متساويين. المهم كناخد الكره ديالي كنكورها بين يديا، لان العجينه ما كتلصقش في اليد، فقط غير تكورها بين يديك وتفنديها في السميده الرقيقه. يمكن لك تفنديها في السميده الرقيقه او السميده اللي كنكسكسو بها، او السميده المكسكسات هي كتجي مقرمله. المهم انا درت هنا السميده الرقيقه، فقط كنفندها فيها بهذه الطريقه اللي كندير انا في هذا الاناء او في هذه الزلافه الصغيره، وكنحاول نقادها في الرحه ديال يدي، نقرصها في الرحه ديال يدي صافي. وكنحطها في المقله. المقله ديجا كنكون قبل مسخناها، كنستمر بهذه الطريقه حتى كنكمل جميع الكويرات. يعني كنكور وكنفند في السميده الرقيقه بهذه الطريقه هذه في الزلافه، يعني كنحاول انني نحركها في الزلافه وكتكور ليا، وفي نفس الوقت كتفند، وكنقرصها بيدي. المهم هذه الطريقه اللي كندير انا، كتجيني سهله. ونطيبها في مقله ديجا تكون ساخنه مزيان، ونطيبها من الجهتين، ونقدمها بالصحه والراحه. إلى عجبكم الفيديو ما تنسوش تبارطاجيوه وتنضموا إلى القناة، وتخليوا لي التعليقات ديالكم وواحد لايك. ما بقى لي إلا نقول لكم شكرا على المتابعة. مع تحيات كوزين أمجاد.